وللحديث حول هذا الموضوع معنا مباشرة عبر سكايب من العاصمة الصينية بكين الإعلامية سعاد ياي شيهو. سعاد أهلا مرحبا بك. أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم. سعاد، أول إجراء قامت به الصين هو منع استيراد جميع المأكولات البحرية من جارتها اليابان، هل تعد هذه خطوة كافية للتعبير عن الرفض من قبل الصين؟ تحياتي إليكم. أولا يمكن أن نلاحظ أن الصين قد أعربت عن معارضتها الشديدة لتصريف اليابان المياه الملوثة نوويا في المحيط، وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سلامة الغذاء وصحة شعبها، وأعلنت أنها ستعلق واردات جميع المنتجات البحرية وبما في ذلك الحيوانات المائية الصالحة للأكل القادمة من اليابان ابتداء من اليوم، كما أنها ستعزز مراقبتها على تحركات اليابان وتحافظ على اتصالاتها مع الأجهزة الدولية المتخصصة في هذا الشأن. طبعا يمكن أن يجب علينا أن نذكر أن هذه المياه الملوثة اليابانية نووية لا يؤثر على بعض المياه البحرية الصينية فحسب، بل أنها تسير إلى المياه البحرية الواسعة بمختلف أرجاء العالم. وأعتقد أن المعارضة الصينية هذا يعني تعتبر ليست من مصلحة الصينية فحسب، بل من مصلحة كل البشر في العالم. أن اليابان قد أعلنت أن تحركاتها هذه ستستمر لمدة 30 سنة، ما يعني أن المحيط العالمي سيواجه خلال 30 سنة المقبلة خطورة وتهديدات ناجمة عن التلوث النووي المستمر، بينما كما نعرف أن البحر يعتبر من الموارد الهامة التي يعتمد عليه البشر في الحياة، لذلك يجب علينا أن نعارض مثل هذه التحركات اليابانية. طيب سعاد، لماذا الصين متخوفة من الخطوة التي قامت بها اليابان رغم أن طوكيو شددت مرارا وتكرارا على أن المياه الملوثة لن تؤدي إلى أضرار، والموقف بركته أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ أولا يجب علينا أن نعرف رغم أن اليابان قالت أنها ستقوم باتخاذ بعض الإجراءات لضمان المياه لتتفوق مع المعايير الدولية، ولكن من جهة لازم أن نشير إلى أن المعايير الدولية ليست معايير أمنية مطلقة، بدلا من أنها نتيجة تحليلية جاءت فقط على أساس التكاليف والفوائد المعينة لمختلف الدول والمناطق مختلف المعايير في تصريف المياه الملوثة نوويا. إن معالجة مثل هذه المياه الملوثة لا يمكن أن يجعلها أن تصبح صحية أو بدون خطر نووي. عندما تنتشر هذه المياه إلى المجال الأوسع في المحيط، كما أن المحيط هو نظام سائر، لا يمكن أن يحكم أو يسيطر ناس على اتجاهات سير المياه أو انتشارها في المزيد من المجالات المياهية، ولم يقدم الجانب الياباني التفاصيل لتسريفها للمياه الملوثة وكذلك خطتها في المراقبة على انتشارها في المحيط. وكذلك لما تتلقى اليابان الموافقات من الدول والمناطق المعنية بها، وكل ذلك يزيد خطرا لتحركات اليابان هذه. وبالإضافة إلى ذلك يمكن نلاحظ أن اليابان يعني استخدمت تقرير تقييم الشامل الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشهر الماضي للمبالغة في سلامة المياه الملوثة سنويا، وهو تصرف يعني غير مسؤول بوجهة النظر الصينية. في الواقع فإن تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطط تصريف المياه النووية في فوكوشيما تم تنفيذها بناء فقط على طلب اليابان وهذا الجانب، وهو في طبيعة الحال يعتبر المساعدة الفنية والتشاور والتقييم
وليس له أثر قانوني دولي، فإنه لا يمكن أن يوفر أي شرعية ومبرر لخطط تصريف اليابان لهذه المياه الملوثة النووية في المحيط. لذلك فإن الصين قد أكدت مثل هذه التصرفات ستدور بسلامة سلامة البيئة البحرية، وكذلك سيؤثر على سلاسل الغذاء للحيوانات البحرية، وحتى يعني الإضرار بسلامة الصحة لكل ناس في أرجاء العالم. من العاصمة الصينية بكين، الإعلامية سعاد ياشين، هو شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.